المدرب المصري طبعا، لان المدرب المصري هيعتمد على الناس اللي في الشباب والكلام ده، يطلع شويه مش لعيبه من الشباب ودعم مع انتقالات يناير. الفرقه محتاجه ان هي تتلم، يبقى في روح كده في الفريق وبتاع. طبعا المدرب الاجنبي عشان لسه بادئين الموسم، فالموسم لسه في اوله، فهو يقدر يعدل من دلوقتي في اول موسم. هو يعتبر ياخد الموسم اللي هو ايه كبدايه، يعني الموسم كده جاب بايظ، فكبدايه مع الاداره مع اللعيبه اللي هتيجي جديد، فطبعا المدرب الاجنبي احسن. لا انا شايف ان المدرب الاجنبي لان هو بيبقى عنده خبره اكتر وشايف الكوره بره ازاي، واحنا عايزين الكوره تتقدم. انما المدرب المصري للاسف مش انسب حاجه الصراحه. اجنبي انا اتمنى الصراحه جروس، لان جروس في 2019 حقق بطوله واحده يعني مع الزمالك في الكونفدراليه. يعني هو كان في دور المجموعات، يعني كان متوتر وكان فاكر ان الزمالك هيخرج من دور المجموعات في 2019 في الكونفدراليه، لكن الحمد لله يعني ربنا كرمنا بالصعود الى النهائي وجاب لنا البطوله الكونفدراليه خصوصا، وايضا بطوله سوبر السعودي امام الهلال. يعني انا شايف الصراحه المدرب الاجنبي هو الصراحه جروس يستاهل يجي الزمالك ان شاء الله. انا اتمنى يعني الصراحه.